العصار. لما كانت البطاقه التموينيه دي في حد ذاتها برضو كانت محاوله لمقاومه الفساد. بالظبط احنا كده عندنا حاجه و70 مليون ولا حاجه بالظبط. و80 مليون واحد معاك. احنا خدنا الاول مهمه تنقيه قاعده بيانات بتاعه البطاقه الخب وزاره الانتاج الحربي. ايوه وعملنا التنقيه دي وكانت نتيجتها ان احنا 66 مليون مواطن. أيوة. خدنا 20 مليون بطاقه و66 مليون مواطن. أيوة. مدرجين في البطاقات دي اتصححت بياناتهم وتراجعت مع الرقم القومي وبقى في قاعده بيانات يعتمد عليها. يعني حاليا في اي حاجه تانية بقى في اي بقى حاجه اي رهيب. يعني احنا كنا دايما بنقول الدعم المستحقين. احنا دلوقتي فين مستحقين اهو. ايوه بالظبط دلوقتي عرفت مستحقين. دلوقتي عرفنا الدوله عرفت بالبطاقه بالرقم القومي وبالتالي اي اجراء ممكن يتعمل في هذا الموضوع بحيث يوصل الدعم لمستحقيه. وزاره الاسكان احنا شغالين معاهم في انتاج عدادات الميه. احنا لنا مصانعنا انتجت فعلا حوالي 40 مليون عداد ميه وكهرباء في الشغالين في البيوت حاليا. لما جت بقى العدادات البريبيد دخلنا في انتاج العدادات الميه البريبيد وعملنا بروتوكول تعاون مع وزاره الاسكان لانتاج 1.4 مليون عداد في السنه لمده 5 سنوات. بنعمل محطات الميه ومحطات الصرف الصحي وحاليا مع وزارة الإسكان للتوسع في هذه المحطات عشان طبعا زيادة الطلب عليها. وزارة الكهرباء نجحت إنها تطور تطوير شامل منظومة الإنتاج الكهرباء. حاليا بشغالة في النقل اللي هو خطوط الضغط العالي. تبقى عايزة أبراج وموصلات وسلاسل وعوازل دخلنا فيها. دلوقتي يعني اليومين دول بنمضي عقد ب60 كيلو وتمهيدا إن احنا هناخد بعد كده 500 كيلو متر من هذه الشبكة. وبحيث نوطن الصناعة بتاعتها في مصر برضو مع وزارة الكهرباء انتاج العدادات البريبيد والعدادات السمارت الذكية. شغالين مع وزارة الموارد المائية عملنا لغاية دلوقتي 49 بير في تشكي بيداروا بالطاقة الشمسية عشان تطلع مية من تحت الأرض. بتطلع مية من تحت وبالخلايا الشمسية بتشتغل بالنهار. وفي يعني حوض كبير بنبنيه ومبطن بحيث طول النهار يملى بواسطة الطاقة الشمسية. برضو واخدين حفر 100 بير في غرب المنيا. ومع وزارة الزراعة عاملين مشروع برضو كبير قوي خاص بميكانة الحيازة الزراعية. هنعمل 7 مليون كارت ذكي لكل حائز بحيث يعني الدولة تبقى قادرة انها تدي المستحق للي بيزرع الأسمدة والكيماويات وكل الدعم المطلوب. يعني كأنه احنا النهاردة لأول مرة هنعرف مين يمتلك أي قطعة أرض زراعية وبالتالي بيزرع ايه. مش حائز. حائز يعني اللي هو العبرة بالحيازة أصل في أنا أيوه. ممكن أملك وأجر وبأجر. الحائز اللي هو بيزرع اللي هو يعني ايه اللي هو مسؤول بقى ان هو اللي بيزرع الأرض وبياخد السماد وبياخد الكيماوي وهو اللي بيحدد نوع المزروعات. فهو ده المصدر. نعم. انا رابطه بالبطاقه الذكيه دي بياخد مستحقاته في نفس الوقت الدوله تعرف ايه عشان تخطط. وزاره التربيه والتعليم بنبني مدارس وبنجدد المدارس وبنورد كل المستلزمات المعامل بتاعتها. وزاره الشباب والرياضه يعني قصه نجاح الحقيقه مع وزاره الشباب والرياضه عاملين لهم لغايه دلوقتي 750 ملعب خماسي وشغالين في 68 ونفذنا 135 ملعب قانوني وحمامات سباحة أولمبية وتجديد استادات. يعني طبعا ده دور وطني وأمن قومي طبعاً. إن نحمي شبابنا طبعاً. إن نوفر لهم كل نشوفهم بيلعبوا. أيوة شغالين مع الأزهر الشريف ومضينا بروتوكول تعاون مع فضيلة الإمام الأكبر برضو هنتولى كل الموضوعات الهندسية بتاعتهم وتلبية احتياجاتهم. صندوق تحيا مصر عاملين شغل معاهم كويس. بنطور في قرية الأعقاب في أسوان. اتجهنا للقطاع الخاص في تعاون مع القطاع الخاص تعاون كبير جدا ومع اتحاد الصناعات ورحت لغاية اتحاد الصناعات. انا شفت خبر عن حاجة زرت اتحاد الصناعات. انا وقاصد هم قالوا نجيلك قلت لا انا عايز اجيلكم عشان اوجه رسالة ان احنا صناعة صناعة وطنية لازم كلنا دلوقتي نتكامل ولا نتقاطع. هو عنده حاجة أنا بستفيد منها
وهو عنده حاجه وهو وانا عندي حاجه هو بيستفيد منها. وفعلا حصل تبادل زيارات بين المصانع، وحصل عقود وشغل كتير بين اتحاد الصناعات ووزاره الانتاج الحربي، وجت جمعيه شباب الاعمال برضو هي يعني زي اتحاد الصناعات بس معظمها شباب ومتحمسين جدا وعاملين شغل. هم يمكن بداوا بعد اتحاد الصناعات بس بقوم لان هم متحمسين وعاملين شغل كويس جدا. عاملين برضو شركه الريف المصري، عملنا معاهم بروتوكول تعاون، ودي هيبقى تعاون كبير جدا.